استنى استنى. ايوه 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 حقف 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 حقف. رخص. كيف يعني يا باشا؟ رخص. اتفضل يا باشا. انت مشغل العربيه في غير الغرض المخصص ليها ليه؟ انا هجي لك سكه طوال يا بيه. معلش يعني ما تاخذنيش. الناس بقت تعبانه. كلها مخنوقه. مش لاقيين حتى يشتروا رغيف في العيش. وانا ورايا بيه بجاج ما شدهاش سداد. بعد اذنك يا امي انزلي اركبك عربيه ثانيه. حرام عليك يا ابني، سيبه يسترزق. انا لا قادر انزل ولا اطلع. معلش يا امي انزلي بعد اذنك. وانت اركن لي على جنب هنا. حاضر يا باشا حاضر باشا حاضر. انا هنزل اجيب لك الرخص يا ابني. انزلي انزلي. ايوه يا كاريا. ايوه ايوه زفت ايه؟ الله يسامحك يا خال على اللي بتعمله فيا. بقول لك ايه؟ انت لو ما جيتش خدت البال والمساحه اللي انت سايبها لي دي انا هقتلها لك. بقول لك ايه؟ مانيش حمل الدلع الماسخ ده. مش مستحمل جنانك. سيبيني باللي انا فيه. انا امنتك امانه وامانه مش هينه، وانت موافقه يبقى تستحمليها بقى. الله سلامك وانا مش فاضيلك. سلام. ماشي يا خيل ماشي. اما وريتك يا جولي ما بقاش انا كوري. خد يا ابني اطلع. ايه جبتيها؟ الله انت تشتغلي في المرور يا حاج. شوف الرخص بتاعتك. شوف رخصك.